ولتسليط الضوء أكثر على الانتخابات المنتظرة في العراق في ظل انفلات السلاح ونفوذ الميليشيات، ينضم إلينا مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر عبر سكايب. أهلا بك معنا السيد مصطفى. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. يعني رغم التشكيك في إقامة الانتخابات المنتظرة، يزيد الشك في نتائجها تحت سلطة السلاح المنفلت بيد الميليشيات. السؤال هنا، هل يستطيع الكاظمي الذي وعد بحصر السلاح بيد الدولة أن يقوم بذلك قبل الانتخابات؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الحقيقة أنا قبل أن أجيب على سؤالك الكريم بودي أن أثبت حقيقتين. أولا، أنه لا يوجد سلاح منفلت في العراق. ثانيا، لا توجد دولة في العراق حقيقية. أعني السلاح المنفلت يكون عندما تكون هناك دولة ويكون هذا السلاح خارجها، أما الذي نراه الآن هو سلاح بحماية الدولة، السلطة عفوا، زودت السلطة به ميليشياتها. هذه الميليشيات هي من جاء بهذه السلطة وهي من يحميها، وبالتالي هذه الميليشيات هي أذرع تابعة للسلطة، والسلطة لا تخفي ذلك في الحقيقة، وإنما تعترف بذلك حينما تقول أن الميليشيات جزء من الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتبارها ضمن هيئة الحشد الشعبي، وهذه الهيئة تابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذه أولا الانتخابات. وبالتالي في الإجابة على سؤالك حضرتك، يعني نقول أنه الكاظمي أو غير الكاظمي، كل من جاء به وفق هذا النظام لن يسمح بإزالة الميليشيات من الصورة ومن الخارطة السياسية في العراق، لأن هذه الميليشيات هي من تثبت أركان هذه الخارطة، وهي من ترسم خطوطها وحدودها ومجالات الحركة فيها، ويعني التوافقات فيها والاتفاقات فيها والتحالفات في إطارها. ويعني بالتالي لا يمكن للكاظمي ولا لسواه أن يفعلوا ذلك وأن يلغوا هذه الميليشيات ويحلوا مسألة السلاح الذي هو كما قلنا جزء من أجزاء السلطة. إذا كان الكاظمي وشركاء العملية السياسية تنازلوا تحت ضغط الشارع كما يعلم الجميع بإجراء انتخابات جديدة، وإن كان المطلب الحقيقي هو التغيير، لماذا لم يتنازلوا على رغبة الشارع المنتفض والمطالب بحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة؟ هم لم يتنازلوا، يعني يعلنوا الانتخابات لرغبة الشارع، نزولا عند رغبة الشارع. رغبة الشارع كانت منذ الساعة الأولى لقيام ثورة تشرين المجيدة هي إسقاط النظام، وإسقاط النظام يعني كل ما جاء به هذا النظام الاحتلالي المتوافق عليه أمريكيا وإيرانيا وبرعاية إقليمية ودولية في العراق. وبالتالي يعني موضوع الانتخابات لم يطالب به الثوار حتى يتنازل أركان السلطة ويقبلوا به. الذي يتنازل هو يعني يفسح المجال لأبناء العراق في أن يحكموا أنفسهم ويقودوا أنفسهم ويخلصوا أنفسهم الحقيقة من هذا النظام الإرهابي الإجرامي السارق المزور الذي يعني دمر العراق خلال السنوات 18 الماضية. هذا هو التنازل الحقيقي للعراق وللعراقيين، اما ان يعني من السلطه للعراق وللعراقيين. اما موضوع الانتخابات فهذه حقيقه لادامه هذه العصابه المتحكمه بالعراق بوجوه جديده ولكن وباسماء جديده، ولكن ضمن نفس اطار التحالفات والعصابات المتمسكه بالسلطه والمهيمنه والمتحكمه بالعراق منذ 18 سنه. في ظل هذه الهيمنة الواضحة يعني للميليشيات، السؤال الأهم هنا، أيهما يسيطر على الآخر، الدولة على الميليشيات أم العكس؟ يعني ما هي وظيفة الكاظمي؟ هل هو ما هو إلا واجهة لهذه الميليشيات، واجهة سياسية لربما أم ماذا؟ مرة أخرى أقول لا توجد دولة في العراق. الميليشيات اعترفت بصريح العبارة ومن خلال قيس الخزعلي أن مصلحتها اضطرتها إلى أن تأتي بمصطفى الكاظمي إلى واجهة السلطة، وبالتالي هذه المصلحة توجب عليها الحفاظ عليه والإبقاء عليه، وإذا استلزم الأمر
تغييره فسيجري تغييره كما حصل في السابق. هذه الميليشيات هي من تسيطر على كل أركان القرار في العراق، القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار السياسي والبرلماني والأمني والعسكري، بل وحتى في الخدمي، في كل نقطة من أرجاء العراق، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، الميليشيات الإرهابية بصرف النظر عن طائفتها وعن تسميتها هي من تتحكم بالعراق بهذا الشكل أو بذاك. الآن ما الذي يمنع يعني من مراقبة دولية للانتخابات؟ هل هناك جهات تمنع مجرد التصريح بهذا الطلب أم ماذا؟ المراقبة الحقيقية للانتخابات في العراق ستسقط وستزيح كل هذه الطغمة الفاسدة المجرمة القاتلة السارقة التي تسيدت على العراق بفضل الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك له. ولذلك كل أركان العملية السياسية الاحتلالية في العراق ترفض هذه الرقابة الدولية الحقيقية، هم يريدون رقابة شكلية مزعومة، والأمم المتحدة يعني من خلال ممثليها في العراق الحقيقة، ليست هذه يعني جينين بلاسكارت فقط، وإنما الذين سبقوها في هذا المنصب كلهم يؤدون واجبهم في حماية وتأمين إبقاء هذه العصابات متحكمة بالعراق، لأن هذا مشروع تدمير العراق تشرف عليه كل هذه الجهات، والآن يجري يعني ذلك برعاية الأمم المتحدة. الآن عندما تضفى الشرعية على الانتخابات من خلال هذه الممثلية الأممية ومن خلال بعض التصريحات هنا وهناك، فهذا يعني إدامة قتل العراقيين وإدامة سرقتهم وإدامة الإجرام بحقهم. شكرا جزيلا لك مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر، كنت ضيفنا عبر سكايب.